السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتور أحمد مجدي مدرس خواص المواد الحيوية. النهاردة هنشرح الريزن كومبوزيت. يعني كلمة كومبوزيت أي ميكتشر بتوين تو ماتيريالز بيكون فيه بينهم ديستينكت انترفيس، يعني حاجز تشوفه بعينك أو تحت الميكروسكوب، بس المهم يكون في ديستينكت فيز بينهم، في ديستينكت انترفيس، حالة فاصلة بين ده وبين ده، ولازم طبعا يكونوا الاثنين كيميكالي ديفرنت، يبقى ده اسمه كومبوزيت. وبناء عليه ممكن نسمي عمود المسلح كومبوزيت. ليه؟ لان عندك لو بصيت عليه هتلاقي فيه الاسمنت لوحده والزلط لوحده والعمود المسلح لوحده، ده يبقى اسمه كومبوزيت. امال ايه الريزن كومبوزيت؟ لا، دي الماده بتاعتنا بتاعت طب الاسنان بقى اللي بنستعملها كاستاتيك ريستوراتيف ماتيريالز، بيبقى اسمها ريزن كومبوزيتس، بتتكون مينلي من بوليمرز وحاجات زي كده، زي ما هناخد التركيب بتاعها دلوقتي. الكومبوزيشن بتاعها بقى بتتكون من اورجانيك ماتريكس، اللي هي الحاله اللي بتحوط كل الحاجه، باقي الكومبوننتس كلها موجوده فيها. الاورجانيك فيلرز دول اكتر اتنين اساسيين، في بعد كده كابلنج ايجنت بيربط الاتنين ببعض، الماتريكس اللي هي الرمادي دي والابيض ده اللي هو الفيلرز، بيتربطوا الاتنين ببعض عن طريق كابلنج ايجنت. بيبقى في جواه انشيتور اكتيفيتور سيستم عشان يحولوا من الفورم البيست اللي هي العجينه دي يخليها مادة هارد. محتاج انهيبيتور زي ما هنعرف ليه، الترا فايلت ستابلايزرز وبيجمنتس وفلورسنت ايجنت. هنتكلم على كل حاجه من دول دلوقتي بالتفصيل. اول حاجه الاورجانيك ماتريكس او اسمها ديسبرشن ميديوم، دي كيميكالي اكتيف كومبوننت، هيحصل لها تفاعل كيميائي عشان يخلي الكومبوزيت يتحول من البيست فورم، من البلاستيك فورم اللي هي قابله للتشكيل العجينه دي، لهارد فورم. بتتكون من حاجتين اساسيين، حاجه اسمها هاي موليكولار ويت مونومر او اسمه التاني اوليجومر، ولو موليكولار ويت مونومر اللي هو الدايلوند. الاوليجومر اللي هو بقى زمان خالص قبل ما نعمل الاوليجومر ده كنا بنحط اكريليك ليزن اللي هو المثال ميثاكريليت، اللي هو الموليكولار ويت بتاعه اللي حضرتك شايفه ده، موليكولار ويت بتاعه ظبطوط وكان بيتبخر بسرعه، كان في شويه عيوب كده لحد ما غيرنا بالاوليجومر. مين اللي غير بالاوليجومر؟ الراجل ده اللي احنا شايفين صورته، ده توفى من فتره قريبه، دكتور باون، اخترع ماتريكس من مونيمر جديد اسمه بيس جاما، بيسفينول اي جلايسيدايل ميثاكريليت، والاختصار اللي بنقوله البيس جاما ده، وحط شويه معاه شويه فيلرز اللي هي السيليكا، وعمل اول كومبوزيتس في طب الاسنان. الكلام ده كان سنه 1962. الكومبوزيتس دلوقتي اللي منتشره في السوق بتتكون من حاجتين اساسيتين، اللي هو البيسفينول جلايسيدايل ميثاكريليت اللي هو البيس جاما، ومش طالب من حضرتك تحفظ لي الاسم الكبير ده، لا هو بيس جاما واتس اوكي متعودين عليه، او الاسم الثاني باونز ريزن. تاني مركب موجود اللي هو يوريسين دايمي ساكريت، او برضو احفظ لي الاختصار بتاعه يوديما. وفي كومبوزيتس بتنزل ميكشر من الاثنين مع بعض. ده اللي فوق ده الستراكشر بتاع البيس جي ام اي، واللي تحتيه اليوريسين دايمي ساكريليت. بص كده على الرياكتيف بارت بتاعتهم، المجموعه الجانبيه دي شبه الميثال ميثاكريليت، عشان كده بنقول على الحاجات دي كلها، هتلاقي في الاخر اسمهم كله ميثاكريليت ميثاكريليت، كله نفس الفكره، اهي ام اي اللي هي ميثاكريليت، وهنا الام اي برضه الميثاكريليت. ايه وظيفه الاوليجومر ده بقى؟ اول حاجه مسؤول عن انه يحسم الهاردنينج للكومبوزيتس، مش انا قلت لك هو بيتحط في بلاستيك فورم اللي هي الفورم الطريه دي، وبعد كده بيتحول للفورم الهارد. مين اللي هيعمل القصه دي؟ هو الاوليجومر. تاني فانكشن اللي هو الديسبرشن ميديوم، يعني بيحوط الانورجانيك فيلرز، بيبقى جواه الانيشيتور والاكتيفيتور وباقي الحاجات دي كلها. هو الديسبرشن ميديوم يعني الوسط اللي بيحوط كل الكومبوننتس كلها. تالت حاجه بوندز كيميكالي ويز ادهيزيف بوندنج سيستم، لما بيجي نحط الكومبوزيت بنحط الاول اسيد اتش وبرايمر وبوندنج ايجنت، هو بقى بيشبك في البوندنج ايجنت ده او الادهيسيف ده عن طريق الكيميكال بوند. السؤال بقى اللي بيجي، السؤال اللي فات برضه بيجي، هي الفانكشن بتاعته، والسؤال ده برضه ممكن يجي، ايه مميزات الاوليجومر اوفر الميثال ميثاكريليت؟ يعني ليه اضطرينا ان احنا نحدث، او ليه خدنا خطوه ان انا اغير الميثاكريليت العادي الاكريليك ريزن العادي بالاوليجومر ده؟ بص يا سيدي، ده لو انا افترضت ان حجم الميثال ميثاكريليت حجمه صغنطوط كده،
ده الموليكولار ويت بتاعه صغير كده، ففي بين كل واحد والتاني فراغات، لما يجي يحصل لهم بوليمرايزيشن هيحصل شرينكج، كل واحده هتقرب من التانيه فيبقى الشرينكج كده. الاوليجومر الموليكولار ويت بتاعه كبير، ما هو الاوليجومر حجمه اكبر زي ما حضرتك شفت في الصوره كده، فالفراغات بينهم لما يجي يحصل شرينكج يقربوا من بعض يحصل بوليمرايزيشن قصدي، فهيحصل شرينكج، كميه الشرينكج تبقى قليله. شايف هنا الشرينكج كبير ازاي لما هنا الشرينكج قل. از رول كل ما الموليكولار ويت يزيد كل ما البوليمرايزيشن شرينكج هيقل. يبقى الاوليجومر اول ميزه فيه ايه؟ ان البوليمرايزيشن شرينكج بتاعه اقل. ليه؟ عشان الموليكولار ويت بتاعي كبير. تاني حاجه لور فولاتيليتي. الاكريليك ريزن لما حضرتك تشتغل سبيشال تري كنت بتشم ريحه الاكريل، ولو انت ما اشتغلتش لسه هتلاقي وانت معدي في الكليه كده ريحه الاكريل والكلام ده كله. ليه؟ عشان الفولاتيليتي بتاعت الاكريليك ريزن عاليه فبيتبخر بسرعه. الموليكولار ويت بتاعه صغير، انما بص بقى اوليجومر الموليكولار ويت بتاعه كبير فالفولاتيليتي بتاعته اقل. تالت حاجه مور رابيد هاردنينج، اكيد لما هاجي اربط ثلاثه موليكيولز مثلا زي الصوره اللي فاتت هيبقى اسرع من ان انا اربط 10. خامس حاجه هاير ميكانيكال بروبرتيز، برضه بيولوجيك مع الموليكولار ويت لما يزيد اكيد الميكانيكال بروبرتيز هتزيد. ايه عيوبه بقى الاوليجومر؟ ده صوره الاوليجومر حضرتك جبنا حطيناه في برطمان وقلبناه، ده من فوق اهو شكل الريزن وده من تحت الهواء، يعني قلبت البرطمان ده وسبته كده، ده هياخد له فتره طويله بالايام لحد ما يرجع شكله الطبيعي. ليه؟ عشان الفيسكوستي بتاعته عاليه قوي. الاوليجومر البيس جاما عنده فيري هاي فيسكوستي، الفيسكوستي بتاعته تقيله جدا جدا جدا، فمش هقدر احط جواه فيلرز ولا هقدر احط جواه حاجه تانيه. طيب عشان نتغلب على القصه دي عملنا ايه؟ حطينا اللو موليكولار ويت مونيمر اللي هو الدايلوند، مركب الفيسكوستي بتاعته قليله فيقلل الفيسكوستي بتاعه الاثنين لما اخلطهم ببعض. يبقى اول فانكشن ليه سؤال مهم برضو، عشان اقلل الفيسكوستي بتاعه الماتريكس. ليه؟ عشان اعمل انكوربوريشن للفيلرز، اقدر ازود كميه الفيلرز اللي اقدر احطها جواه. تاني حاجه بفاسيليتيت كلينيكال مانيبيوليشن، حضرتك شفت الصوره شايف الفيسكوستي عاليه ازاي؟ ده هتقدر تتعامل بالمركب ده في العياده؟ لا، لما اخففه شويه هقدر اعمل كلينيكال مانيبيوليشن اسهل. ايه انواعهم بقى؟ حاجتين برضو، داي ايثايل جلايكول ديمسكريليت، تراي ايثيلين جلايكول ديمسكريليت. بص حضرتك كده برضو في الاخر ايه؟ ميسكريليت. ادي الرياكتيف جروب بتاعتهم شبه اللي فاتوا برضو، فالاثنين مع بعض سواء الاوليجومر او الدايلومنت الاثنين بيتفاعلوا كيميكالز مع بعض بمنتهى السهوله، مفيش فيها مشكله. طب ايه عيوبه بقى؟ اللي هي نفس العيوب اللي تغلب عليها الاوليجومر، اللي هي البوليمرايزيشن شرينكج بتاعه هيزيد، مع الموليكولار ويت بتاعه قل فبالتالي الشرينكج بتاعه هيزيد، والووتر ابشن طبعا هيزيد لانه حجمه صغنطوط ومسافات بينهم كبيره بين كل تشين والتاني، فالووتر ابشن بتاعي هيزيد. تاني حاجه كومبوزيشن عندي الان اورجانيك فيلرز اللي هي ديسبيرسد فيز، يعني الفيز اللي منتشره جوه الديسبيرشن فيز. الرول بتاع الفيلر ده سؤال مهم جدا جدا تحفظه، ما ينفعش امتحان هيجي لك من غيره بقى. جيف ريزون شورت اكونت في الام سي كيو لازم يجي لك الرول اوف فيلرز. ايه الرول بتاع الفيلر؟ عكس عيوب الماتريكس عموما وانت مغمض كده. الماتريكس دي الجزء البلاستيك اللي هو الريزن اللي هو الجزء الضعيف. بنحط لها الفيلرز الجزء الان اورجانيك الجزء القوي. لو زودت فيلرز يبقى على حساب الماتريكس، يعني انا مثلا عندي هحط الحشوه مثلا حجمها 10 مثلا. لو ال10 دي كلها ان اورجانيك سوري لو ال10 دي كلها اورجانيك ماتريكس يبقى صفر ان اورجانيك فيلرز. طيب لو انا قللت نسبه الماتريكس عشان زودت فيلرز، يعني لو الفيلر بقت 2 اكيد الماتريكس هتبقى 8، ما هو الحجم كله ثابت. 5 بقت 5، 8 بقت 2 وهكذا. يبقى لو انا زودت فيلرز يبقى قللت ماتريكس، يبقى خصائص الماتريكس الوحشه هتقل، خصائص الفيلرز الحلوه هتزيد. خلاص كده ماشي. مين الاقوى؟ اكيد طبعا الفيلرز. يبقى لما ازود فيلرز هتعمل ايه؟ هتزود ميكانيكال بروبرتيز. تاني حاجه لما ازود فيلرز يبقى قللت ماتريكس، يبقى البوليمرايزيشن الشرينكج اللي بيحصل من الماتريكس هيقل. تالت حاجة الكوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن اند كونتراكشن هيقل، وده كان عيب قوي جدا في الماتريكس نفسها الاورجانيك ماتريكس، كان الكوفيشنت بتاعها عالي
اكتر بكتير من السنه، فبالتالي لما احط فيلرز فقللت كميتها فالكوفيشنت هيقل. رابع حاجه ريديوس هيت اوفولفد ديورينج بوليمرايزيشن. مش احنا متفقين من الترم من اللي فات ان اي تفاعل بالمره بيحصل معاه ثلاث حاجات: بوليمرايزيشن شرينكج، ايفوليوشن اوف هيت، وريزيدوال مونومرز. اهي يبقى لو انا زودت فيلرز يبقى قللت الماتريكس، يبقى الحراره اللي هتطلع برضو هتقل. رقم خمسه هتقلل الووتر زوربشن. بالمنطق مين اللي هيمص الميه؟ مين اللي هيمتص الميه؟ الماتريكس ولا الفيلرز؟ اكيد الماتريكس هي الاورجانيك، الاورجانيك اللي بتمتص الووتر زوربشن. يبقى قللت ماتريكس عن طريق ان زودت الفيلرز طبعا، يبقى الووتر زوربشن هي. في بقى خاصيتين سته وسبعه دول خاصين قوي بالانورجانيك فيلرز. الفيلرز لو كانت جلاس دي شكلها حلو وجميل وناعم كده، فهتعمل ريفليكشن للكلر فهتزود الاستاتيكس. رقم سبعه في فيلرز المولكيولار ويت بتاعها كبير شويه، فزي الباريوم والسترونشيوم والزركونيوم، دي هتخلي الحشوه ريجي اوبيك. يعني ايه ريجي اوبيك؟ يعني هتخلي الحشوه تبان في الاكس راي. دي هتفيدني في ايه؟ التسوس في الاكس راي بيبان اللي هو ريجي لوسنت، يعني ما بيعدي الاشعه فيحرق الفيلم فيبان لونها اسود. ما علينا من التفاصيل دي طبعا. لو انا الحشوه بتاعتي ريجي لوسنت زيها زي التسوس، لو حصل تسوس تحت الحشوه مش هاخد بالي منه. طب تخيل كده بقى لو انا حطيت الحشوه لونها في الاشعه يبان مختلف عن التسوس، تبقى الحشوه ريجي اوبيك والتسوس ريجي لوسنت. اكيد هاخد بالي جدا لو حصل اي تسوس تحت الحشوه، عشان كده بنحب اي حشوه تبقى ريجيو اوبيك. ايه انواع الفيلرز؟ حاجه انا هنقولها بسرعه كده. في زمان كنا بنعمل الكوارتز اللي هي السيليكا، اللي هي الكوارتز جزء من السيليكا، فكان الهاردنس بتاعها عالي وما كانتش لافلي قوي كده. دلوقتي بقينا نعمل فيلرز سوفتر اللي هي الكولويدال سيليكا. يعني اقرا المعلومه دي يعني. طيب الفيلر سايز بقى ممكن يكون ايه؟ في ماكرو فيلد، دي اول ما عملنا، بعد كده شغرناها شويه بقت مايكرو فيلد، عملنا الهايبريد سواء مايكرو هايبريد او نانو هايبريد، وفي اخيرا النانو فيلد. دلوقتي لو انا عايز اتكلم في حاجه كده، لو الفيلر حجمها كبير يبقى السيرفيس اريا بتاعتها صغيره. طب لو جبت الفيلر ده وطحنته يبقى حجمه هيقل، حجم الفيلرز هيقل بس السيرفيس اريا بتاعتها هتزيد. السيرفيس اريا لما تزيد يبقى مش هقدر احطها بنسبه كبيره جوه الماتريكس. ليه؟ عشان هتعمل احتكاك مع الماتريكس. سيرفيس اريا كتير هتعمل احتكاك اكتر فمش هقدر اضيفها. يعني لو عندي فيلراي واحده كبيره هقدر احطها جوه الماتريكس. لو جبت الفيلراي الكبيره دي وطحنتها السيرفيس اريا بتاعتها هتزيد، فمش هقدر احطها كلها، هقدر احط تلتينها مثلا ولا حاجه. طب دي هتاثر في ايه؟ هشرح لك في الصوره الجايه. بص يا سيدي، انا دلوقتي عندي ده سطح الكومبوزيت اللي فيه الفيلر حجمها كبير. شايف السطح بتاعي رف ازاي؟ ما هي الفيلر دي الهاردنس بتاعها عالي مش هقدر انعمها، فهضطر همشي على شكلها. شايف الشكل بتاعي رف ازاي؟ تخين ازاي؟ مش دي المشكله، المشكله في حاجه تانية، ان بعد فتره الفيلرز دي هتقع نتيجه ان الماتريكس الرماد الغامق دي ابتدت تتبري، حصل لها وير فهتقع. لما وقعت شاف السطح بقى رف اكتر ازاي؟ طيب يبقى كده الفيلرز اللي حجمها كبير صحيح ادتني سترينس عالي، الميكانيكال بروبرتيز بتاعتي عاليه، بس الاستاتكس بتاعتي قلت. الاستاتكس قلت ليه؟ علشان في الاول شكلها رف، وبعد فتره لما افقد الفيلرز برضو هتبقى مور رف. اوكي، يبقى لو زودت الفيلر سايز حجم الفيلر الكبير ده هيزود لي الميكانيكال بروبرتيز بس هيقلل لي الاستاتكس. هزود الميكانيكال بروبرتيز ليه؟ لان زود نسبه الفيلرز عشان السيرفس اريا بتاعتها كانت قليله. طبعا الناحيه الثانيه لو العكس، لو انا طحنت الفيلرز دي صغير خالص هيبقى شكلها ايه؟ هتبقى سموث، السطح بتاعي هيبقى ناعم سموث ما فيش فيه مشكله، بس نسبتها هتبقى قليله علشان مش هقدر ازود نسبتها والميكانيكال بروبرتيز بتاعتي هتقل. ادي الكلام بتاعي اهو، بص كده السطح بتاعي شافه رف ازاي، ولما فقدنا السطح بتاعي بقى مور رف. طيب على الناحيه الثانيه بقى، لو قللت الفيلرز يحصل ايه؟ قللت الفيلر سايز لو حجمها قل يبقى حجم الفيلر هيقل، يبقى الاستاتكس هتزيد بس على حساب الميكانيكال بروبرتيز. ده اشكال توضيحيه، مثلا ده الفاين شاف حجم الفيلرز كبير ازاي، عملتها مايكرو صغرتها خالص هيبقى السطح بتاعي اكيد هيبقى سموث. هعمل بقى حاجه اسمها هايبرد. هايبرد يعني هجين، يعني مخلط. مايكرو هايبرد يعني في الاثنين، فيلر كبيره وفيلر صغنطوطه.
نانو هايبريد، فيلر كبيره وفيلر صغنطوطه وفيلر في النانو. نانو فيلد هتكلم عليه كمان شويه بالتفصيل دلوقتي. في تريكه كده بيعملوها حاجه اسمها بري بوليمرايزد فيلرز، اللي هي اسمها التاني اورجانيك فيلرز. تركتها في ايه القصه دي؟ قال لك انا هضحك على الماتريكس. الماتريكس بتقول لك انا مش هقدر اشيل فيلرز بسيرفس اريا كتير، طب ممكن العب اضحك عليها ازاي؟ بص معايا، هجيب الماتريكس اهي، انا كل ده الكلام ده في المصنع. الراجل في المصنع جاب ماتريكس وحط جواها فيلرز حجمها صغير، حط الفيلرز اللي هي المايكرو فيلد، الحجم صغنطوط خالص. هيحط بنسبه قد ايه؟ 50% مثلا. في حين ان الفيلرز لو كانت فاين، اللي هي الفيلرز الكبيره دي، كنا بنوصل مثلا لحد 80%. يبقى انا في الفيلرز المايكرو الصغنطوطه دي حطيت 50%. اوكي. المصنع هيعمل لها كيورنج. يعني حط فيلرز جوه ماتريكس وعمل لها كيورنج ونشف. عمل لها جرايندنج. جرايندنج يعني ايه؟ طحنها. لما عمل الجرايندنج ده اتقسمت الفيلر شكلها كده. اوكي. بص كده معايا في القصه دي، قارن بين الماتريكس دي والماتريكس دي. الاثنين من بره كلهم ماتريكس، يعني هنا مفيش سيرفيس اريا لفيلرز غير في حته صغنطوطه مثلا اللي هي دي. اوكي. طيب انما هي من جوه مليانه فيلرز. هجيب دول تاني وازود عليهم شويه فيلرز واحطهم جوه ماتريكس تانيه طريه. حلو كده. وابعت لك المنتج ده اللي هو بقى كده جوه العياده، حضرتك تشتغل بده. فكره ده ايه؟ بص كده، الماتريكس دي حطيت جواها نسبه فيلرز قد ايه؟ اللي هي الفيلرز الزرقاء بس. حصل احتكاك بتوين الفيلرز الزرقاء بس، انما الفيلرز دي اللي هي البينك، لا هي الفيلرز البينك دي مش مقريه بالماتريكس الخضراء، لا خالص، دي زي اتضحك على الماتريكس الخضراء ان انا زودت لها ماتريكس زيها هي اللي هي اللي انا مشاور عليها دي، والماتريكس الخضراء دي الاثنين نفس الكيميكال كومبوزيشن، فبيعملوا كيميكال بوند مع بعض. ما احتاجوش ان هم يقولوا لا دي فيلرز خارجيه ونقراها، لا هم ما قروش ان دي فيلرز، ما اتقرتش ان دي ان اورجانيك فيلرز، اتقرت ان هي اورجانيك فيلرز، اورجانيك ماتريكس. فبالتالي ما حصلتش المشكله دي عندي، وبالتركه دي قدرنا نزود نسبه الفيلرز في الكومبوزيت اللي هو المايكرو فيلد. هنقارن بقى بين الانواع الكومبوزيتس. الكونفنشنال ده اللي هو النوع اللي كان هيستوريكال خلاص بطلنا نستعمله اول ما طلع، كان حجم الفيلرز من 20 ل 30 مايكرون، كان حجم كبير قوي. بص النسبه كانت كام؟ كانت 78%. ده هيستوريكال، كان بيديني جود ميكانيكال بروبرتيز، بس الاستاتكس تحفه في الارض، الاستاتكس مش كويسه بالمره. صعب ان انا اعمله بولشنج في الاول، وبعد فتره الفيلرز هتقع زي ما شفنا في الصوره اللي فاتت دي، وهتسيب سطح رف. بعد كده عملنا فاين، طحنا الفيلرز لحجم اصغر شويه من 4 من 10 ل 3 مايكرون. نسبه الفيلرز كانت من 70 ل 86%، نسبه واو عاليه، مش قليله خالص. هيديني ميكانيكال بروبرتيز كويسه جدا. الفينشنج بولشنج بتاعه احسن من الكونفنشنال، بس ستيل مش حلو. الاستاتكس نوت ذا بيرفكت، يعني استاتكس يعني هتمشي، اقول لك هي شغاله. طمعت، عملت المايكرو فيلد خالص، طحنت الفيلرز على الاخر، شايف حجمها بقى كام؟ 4 من 100 ل 2 من 10 مايكرون. بس للاسف نسبه الفيلرز كانت من 50 ل 60%. الادفانتج تحفه في الفينشنج وبولشنج، والاستاتكس بتاعته تجنن. بس تعالى لي بقى الناحيه الثانيه، خد عيوب بقى الماتريكس. ميكانيكال بروبرتيز قليله، ووتر زوربشن عالي، كوفيشنت في ثيرمال اكسبانشن عالي، بوليمرايزيشن لينكج عالي، كل عيوب الماتريكس ظهرت. فاكر الفانكشن بتاعت الاورجانيك فيلرز، بتاعت الان اورجانيك فيلرز اللي احنا قلناها السبعه دول؟ لا، اعكسهم بقى خلاص الناحيه الثانيه. ما خلاص، ما انت نسبه الفيلرز قلت ونسبه الماتريكس زادت. طب الهايبرد بقى حبينا نعمل ايه؟ نعمل خلط بين ده وبين ده. بص هنا شايف في فيلرز حجمها كبير وفيلرز حجمها صغنطوط. يبقى كلمه هايبرد يعني ميكتشر، خليط. الهايبريدز عموما بتاخد اسمها من اصغر بارتكل بس خصائصها من اكبر بارتكل. يعني ايه؟ يعني قلت حاجه اسمها مايكرو هايبريد، يبقى ده اخباره ايه؟ هياخد اسمه من اصغر فيلر، يبقى مايكرو، يبقى اصغر فيلر فيه محطوطه المايكرو. طب وخصائصه من اكبر فيلر اللي هي هنا كانت الفاين. ما انا المايكرو فاين ده خليط بتوين مين ومين؟ الفاين بارتكلز والمايكرو فاين بارتكلز، انما فبقى اسمه مايكرو هايبريد. جميل. طيب قيمه الديستريبيوشن ده اللي بيقول لك لو الفيلر الكبيره دي بينها وبين الفيلر الكبيره مساحه كبيره،
فالفيلر الصغنطوطه بتخش تملى الفراغات دي، فاقدر ازود نسبه الفيلرز. ما علينا من التفصيله دي. المايكرو هايبريد بقى اخباره ايه؟ جواه نوعين من البارتكلز، الفاين والمايكرو سايز. نسبه الفيلرز لا عاليه 77 و 84%. اخصائصه ايه بقى؟ خد مميزات الاثنين، الستاتكس عاليه و سترينس عالي، ميكانيكال بروبرتيز كويسه وستاتكس كويسه. طب لو جيت بقى في النانو هايبريد اخباره ايه؟ يعني ايه نانو هايبريد؟ يعني واخد بارتكل نانو وبارتكل فاين وبارتكل في النص اللي هي المايكرو، برضه ما هو كله مع بعضه. نسبه الفيلرز كام؟ من 75 ل 80%. طيب ادفانتج بتاعت اخبارها ايه؟ بيقول لك تقريبا نفس كومبارابل للمايكرو هايبريد، ما فرقتش كتير. ليه؟ مش انا قلت لك بياخد تسميته من اصغر فيلر بس خصاصه من اكبر فيلر، واكبر فيلر في النانو هايبرد والمايكرو هايبرد هي الفاين بارتكلز، نفس الحجم بتاعهم هما الاثنين، فبالتالي الخصائص ما اختلفتش. الديس ادفانتج بتاعته ان هو مش ترو نانو، هو الترو نانو هنشرحه دلوقتي. ايه فكره الترو نانو بقى اللي هو او اسمه النانو فيلد؟ مبدئيا كده النانو فيلد ده هتلاقيه في منتجات 3 ام بس، ومش كل 3 ام، يعني 3 ام بتنزل نانو هايبريد ونانو فيلد، عشان كده تخلي بالك من الاسم. ليه 3 ام بس اللي بتنزله؟ ان هي اخترعت المنتج ده وعملت بيتنسي، يعني براءه اختراع، ما فيش اي حد يقدر يستعمله غيرها. ايه فكره النانو فيلد ده بقى؟ ان انا باجي احط بارتكلز اسمها نانو مر، اللي هي حجمها في النانو اللي حضرتك شايف الحجم ده، من 5 من 1000 ل 2 من 100 من المايكرون، اللي هو دخلنا في النانو سكيل. وحاجه تانية اسمها نانو كلاستر. كلاستر يعني مستعمره. يعني ايه مستعمره؟ يعني بجيب شويه فيلرز نانو كده وبربطهم ببعض، بعمل لهم بارشالي سنترنج. يعني ايه بارشالي؟ يعني مش كامل، يعني يا دوب ملمسين في بعض. سنترنج يعني الكلمه دي قلناها في الميتالرجي وتاك ساعات تحفظها لي جامد. سنترنج يعني بجيب البارتكلز واضغطها ببريشر وحراره فتشبك مع بعض. انا بقول لك لايتلي سنترد، يعني مربطين في بعض بس مش قوي. ليه مش قوي؟ عشان تفضل الكلاستر محتفظه بتكوينها الداخلي اللي هو جزيئات نانو، وفي نفس الوقت السيرفس اريا بتاعتها تبقى قليله. هنشوف في الصوره دلوقتي. المهم نسبه الفيلرز كام؟ 78%. مميزاتها ايه؟ ميكانيكال بروبرتيز بتاعتي تحفه، ترانسلوسنسي تحفه، بوليشابيليتي وسيرفس سموثنس تحفه، ليها اوبالسنس افكت. يعني ايه؟ يعني بيدي زي انعكاس ازرق كده شبه الانامل الطبيعي. دي حاجه كويسه. والديبس اوف كيورنج بتاعها عالي والديجري اوف كونفرجن بتاعها عاليه. ليه؟ عشان النانو فيلرز ما بتمنعش ان الضوء يمر. لو الضوء عدى جوه الحشوه النانو فيلد، النانو فيلرز ما بتمنعش الضوء زي مقارنه بالفيلرز اللي هي الفاين. طيب دي بقى زي انا قلت لك هنعمل. ادي النانومر شكلها بارتكل صغنطوطه كده بالنانو اهي. بص في الصوره هنا كل ده نانومر نانومر نانومر. امال ايه بقى فكره النانو كلاسترز دي؟ انا جبت كام واحد نانو كده وربطتهم ببعض، دي النانو كلاستر. شايف لايتلي سنترد، يعني شكلهم متربطين من بعض بس هم مش متربطين قوي، يعني كل بارتكل محتفظه لسه برونقها بس يا دوب ملمسه مع الثانيه في جزء صغنطوط. لما اجي احذف النانو كلاستر دي جوه الماتريكس، الماتريكس هتقراها ان هي سيرفيس اريا خارجيه من بره بس، يعني حجم الفيلر هتقراه كبير كانها الفيلر الفاين الكبيره. انما هي فيلر لا، دي من جواها نانو، يعني الضوء يعرف يعدي هنا بسهوله؟ اه يعرف يعدي. لو جه عملنا بولشنج للحشوه هتلاقي مش الكلاستر كلها بتقع على بعضها، لا دي تقع مثلا اول الثلاثه من فوق، اول اثنين من فوق، وباقي السطح بتاعي يبقى هايلي سموث. دي التركه بتاعت النانو كلاسترز ازاي عملتها وحققت بالنانو فيلد حاجات خصائص الكويسه. تالت حاجه هنتكلم عليها الكابلنج ايجنت. يعني كلمه كابلنج ايجنت؟ من اسمه كابلنج، يعني هي انت والكابل بتاعك، انت صاحبك اللي لازقين في بعض، يبقى وظيفته ان هو هيربط الاثنين ماتريكس ببعض. الكابلنج اللي بنستعملهم الفينايل سايلين او اورجانو سايلين، ما علينا طبعا من التفاصيل دي كلها. فكرته بس اعرفها لي ان هو تو فانكشنال جروبس، اورجانيك جروب وان اورجانيك جروب. الاورجانيك هاشبوك فيه الماتريكس اللي هي الاورجانيك، والان اورجانيك هاشبوك فيه الفيلرز بايولوجيك. ادي اهوت ده السايلين كابلنج ايجنت، ليه الجزء ده اللي فيه الدبل بوند ده فده اكيد هيشبك مع الماتريكس، وليه الاو اتش ده اللي هيشبك مع الفيلرز هنا وهنا وهنا، يعني هنا فيلراي وهنا فيلراي وهنا فيلراي، ثلاثه فيلرز هيشبكوا معايا هنا. صوره توضيحيه برضو ليه لو انت حبيت تشوف تفهم اكتر. ادي الاو اتش والاو اتش والاو اتش اللي هم دول هيشبكوا مع الفيلر، والاستاذ هنا الاكس اللي هي اللي كانت سي دبل بوند عندي.
صورة توضيحية تانية برضو شبك الماتريكس مع الفيلرز. بص كده، ده كومبوزيت من غير ما نحط له الكابلنج ايجنت. شايف الفراغ اللي موجود في النص ده؟ شايف ده؟ ده الكومبوزيت بالكابلنج ايجنت. اخباره ايه؟ لا، متربط مع بعضه زي الفل. هيفيدني في ايه التربيطه دي؟ المميزه بتاعته اول حاجه هيترانسفير، السؤال ده مهم برضه، هيترانسفير الستريسز فروم ويك ماتريكس تو سترونجر فيلر. تخيل كده حضرتك ان في ستريسز نازله على الكومبوزيت. الكومبوزيت مين اللي هياخد اول الستريس؟ طبعا الماتريكس اللي هي المحوطه. لو الماتريكس في حته والفيلر في حته، يبقى الشرخ هيجي يمشي ازاي؟ هيمشي في الماتريكس لوحده، ما هو ده في حته وده في حته. طب لو انا مربط الاثنين مع بعض عامل كابلنج ايجنت، هيجي الكابلنج ايجنت ده يقوم يخلي الفيلرز تشارك في القوه بتاعه الكومبوزيت نفسه. الكراك لو جاي مش هي يعني هيحتاج ان هو يكسر الفيلر عشان يعدي، ودي حاجه عمليه صعبه. فبالتالي انا زودت الاسترنس بتاع الماتريكس عن طريق ان انا ربطتها بفيلر. طيب تاني حاجه، بريفنت ووتر بينتريشن بتوين ماتريكس اند فيلر. فاكر في الصوره اللي فاتت لما قلت لك في فراغ كده؟ الفراغ ده الميه بتخش تتحوش فيه، هتفضل قاعده متحوشه ومركونه، مفيش حاجه بتيجي ناحيتها. لو عملت كابلنج ايجنت الميه مش هتلاقي المكان ده عشان تمتص فيه، فزودت مقاومته للميه، اللي هي حاجه مكتوب هنا بيقول لك ايه؟ هيدروليتيك ستابيليتي. ستابيليتي يعني ثبات، وهيدروليتيك يعني في وجود الميه. يبقى لو انا حطيت الكابلنج ايجنت ده فانا همنع الووتر بنتريشن، وبالتالي زودت مقاومته للتحلل المائي لهيدروليتيك ستابيليتي. ثالث حاجه، ريديوس ايرلي لوس اوف فيلرز ديورنج سيرفيس. تخيل كده ان الفيلر مش مربوطه في الماتريكس، سهل ان انا افقدها بسهوله من على السطح، لو متربطه لا هفقدها اصعب. رابع حاجه، انيشيتور اكتيفيتور سيستم. اي بوليمر بيحصل له اكتيفيشن عن طريق ثلاث حاجات، لايت وكيميكال كومباوند وهيت. ورابع حاجه جيول، يعني هستعمل اتنين مع بعض من دول. اوكي، الهيت ده اكيد مش هنستعمله في الكومبوست اللي بنحطه جوه البيشنت، اكيد مش هتحط حشوه كومبوست جوه البيشنت وتجيب نار تسخن فيه، ما ينفعش. في بق البيشنت هنستعمل اللايت والكيميكال. امال الهيت ده ايه؟ ده في الاندايركت كومبوزيتس اللي بيتعمل في المعمل. بناخد مقاس ونبعته للمعمل، المعمل يعمل الكومبوزيت ويحطه جوه فورم. اتس اوكي، ماشي. يبقى ده في الاندايركت كومبوزيتس. نتكلم على الكيميكال كيورد كده بسرعه. ده بيتكون من تو بيستس، مش بيست واحد، تو بيستس. واحد فيهم جواه الانيشيتور اللي هو اسمه بنزول بيروكسيد، والتاني جواه الاكتيفيتور اللي هو الترشري امين. اهو واحد واثنين، بيست 1 وبيست 2، بتاخد حته من الاثنين وتعمل لهم ميكس مع بعض بالسباتولا دي على الورقه دي. اللايت كيور بقى لا، بيجي لك في صباع واحد كده 1 بيست، بتاخد منه على طول وتحط فيه السن. طيب الكيورنج بتاع الكيميكال كيورد، الاثنين لما يتخلطوا مع بعض ده كيميكال كومبوند هيتفاعل. نيجي بقى لللايت، هيحصل له كيورنج ازاي؟ ببلو فيزيبل لايت، ضوء لونه ازرق، والازرق عشان الويف لينث بتاعه 470، فالانرجي بتاعته عاليه، فعشان كده بنستعمله. ده هيعمل اكتيفيشن للبوليمرايزيشن رياكشن. محتاج انيشيتور عشان يمتص الضوء. الانيشيتور حاجه اسمها الفا دايكيتون، اكزامبلز ليه الكمفور كوينون، ومعاه الكو انيشيتور بتاعه اللي هو الامايد. في بقى معلومه ليكم برضو مش مهمه قوي، يعني ان في دلوقتي انيشيتورز جديده نزلت زي البي بي جي، زي التي بي او، زي الايفوسيرين، ما علينا من التفاصيل طبعا. ايه مميزات بقى اللايت كيورد على الكيميكال كيورد؟ مبدئيا كده الكيميكال كيورد كومبوزيتس، البيور كيميكال كيورد اللي انا وريتك صورته ده، نادرا ما هتلاقيه، تقريبا في سكته للانقراض. كل دلوقتي الكومبوزيتس لايت كيورد. ليه؟ أول حاجة مميزات السؤال ده مهم جدا جدا، نظري وعملي. مفيش هيومن فاريشنز ديورنج ميكسنج. يعني إيه هيومن فاريشنز؟ يعني أنا قلت لك خد حتة من البيست، من البيست رقم واحد على حتة من البيست رقم اتنين في الكيميكال، واخلطهم ببعض. تضمن منين إن حضرتك خدت حتة قد حتة بالظبط؟ ما أنت لو وزنتهم برضو من إيدك مش هتظبطهم قوي. تاني حاجة، لما تيجي تعمل ميكس تضمن منين إنك عملت ميكس مظبوط 100%؟ برضه مش قوي، مش ايه الموضوع صعب بالنسبه لك. دي اسمها الهيومن فاريشنز. ففي حاله اللايت كيورد لا، انت بتاخد على طول حته واحده هي كده كده مخلوطه جاهزه، فمفيش الهيومن فاريشنز دي. تاني حاجه، مفيش الاير بابلز. لما تيجي تعمل ميكس لاي حاجه حضرتك معرض انك تحط اير بابلز. الصوره دي لكيميكال كيورد كومبوزيت، فيها حته اير بابل كبيره اهي في النص.
اوكي. تالت حاجه كوماند سيتنج تايم. يعني كلمه كوماند سيتنج تايم؟ كوماند يعني كوماندا، يعني انت المسؤول عن الكيورنج بتاع الكومبوزيتس ده. الكيميكال كيور ده كده كده بيقول لك مثلا بيشرب على 3 دقائق. طيب لو حضرتك عندك حشوه صغنطوطه حطيتها وخلاص خلصت في 30 ثانيه مثلا، هتفضل قاعد مستني الثلاث دقائق لحد ما ينشف؟ قول مش دي المشكله، المشكله في حاجه تانية. لو انت حضرتك عندك حشوه كبيره وعايز تعملها مثلا في خلال 5 دقائق، هتجيب منين الدقيقتين الزياده؟ لا فمش هتقدر. انما في حاله اللايت كيور امتى هينشف؟ لما حضرتك تقرر انه ينشف، هتجيب جهاز اللايت وتحطه على الحشوه. طيب انا ما جبتش جهاز اللايت في الـ يبقى مش هينشف. جبت جهاز اللايت هينشف. جبته امتى؟ بمزاجي، نص دقيقه، دقيقه، 3 دقائق، 5 دقائق، 10 دقائق، براحتك. فدي مقصود بكلمه كوماند سيتنج تايم. رابع حاجه مور كلر ستابيليتي، دي ليها حاجه ليها علاقه بالانيشيتور اكتيفيتور سيستم، ان في الكيميكال كيورد لا ده مش قوي، ما بيستلموش ستابيليتي اعلى، ستابيليتي بتاعت اللايت كيورد اعلى منه. خامس حاجه كان بي سبلايد ان ثيكر فيسكوستي از ريكواير نو ميكسنج. يعني ايه الكلام ده؟ هو حضرتك عشان تعمل ميكس لازم الفيسكوستي بتاعتك تبقى قليله لحد ما، لان حضرتك هتعمل ميكس بايدك مش بجهاز وبتخلط بيه. طيب في حاله اللايت انا مش محتاج الميكسنج ده، فهقدر ازود نسبه الفيلرز. زودت الفيلرز دي حاجه كويسه، الخصائص بتاعتك هتتحسن. سادس حاجه ليس بوليمرايزيشن شرينكج. ليه؟ لان انا بحطه انكريمنتال كيورنج. يعني ايه الكلام ده؟ في اللايت كيور زي ما هناخد كمان شويه في المانيبيوليشن، بقول لك انا بحط حته كومبوزيت واعمل لها كيورنج، واحط حته ثانيه واعمل لها حته ثالثه وهكذا. في حاله الكيميكال انا بحط حته واحده وتكش، حته واحده وتكش، يبقى كلها هتكش مره واحده بحته كبيره، انكماش تبقى نسبته كبيره. طب لما احط حته صغيره هتكش حته صغيره، هحط اللاير الثانيه هتعوض انكماش اللاير الاولانيه، حط اللاير الثالثه هتعوض انكماش اللاير الثانيه، حط الرابعه هتعوض انكماش اللي قبلها، وهكذا وهكذا. يبقى في الاخر هوصل لمرحله انكريمنتال كيورنج هيقلل لي كميه الشرينكج على اخر حاجه. طيب ايه انواع بقى الفيزبل كولينج لايت؟ الكوارتز تنجستن هالوجين، دي يا دوب انا لحقت اشتغلت بيها اول ما اتخرجت وبعد كده خلاص انقرضت. اكتر حاجه منتشره دلوقتي الليد اللي هي لايت ايميتنج دايود، حضرتك هتجيبه حتى وسعره مش غالي، منتجات الصيني جودتها معقوله بالنسبه لسعرها. في حاجه اسمها بلازما ارك، ده جهاز كبير كده كانوا اصلا اول ما اخترعوه كان لرواد الفضاء فوق عشان يطلع طاقه عاليه وكده في الظلام اللي في الفضاء. وبعد كده في الليزر الارجون او الدايود، الارجون ليزر برضو ابتدى ينقرض دلوقتي، اللي موجود دلوقتي وبينتشر دلوقتي الدايود ليزر. ما علينا من التفاصيل دي كلها طبعا، جاست لو عرفتي لي اسماء بكتر خير الدنيا. ده شكل الكوارتز تنجستن هالوجين، ده الليد، ده البلازما ارك، ده الليزر الارجون، والليزر الدايود ده حجمه زغنطوط بالمناسبه، يعني جهاز كده صغير. زمان زمان اول ما عملوا الكومبوزيت اللايت كيورد كانوا بيجيبوا حاجه اسمها الترا فايلوت اللي هو الاشعه فوق البنفسجيه، كنا بنعمل بيها كيورنج، بس خلاص ده انقرض بطلناه. ليه؟ عشان سببين عيبين، السؤال ده برضو مهم. عنده اول حاجه ليميت الدبث اوف كيورنج، يعني اختراقه للحشوه ما بيبقاش كبير. يعني لو جيت مثلا عملت الحشو الكافيتي مثلا طوله 4 مللي، احط لو معايا الالترا فايلوت قال لك تحط مللي او مللي ونص بالكتير، بعد كده تحط كمان مللي وتحط كمان مللي وهكذا. في حين ان الفيزيبل لايت لا بيقول لك ممكن تحط 2 مللي. فالكافيتي لو 4 مللي هتعمله على مرتين بالفيزيبل لايت بتاع اليومين دول. زمان لا كنت تعمله على 3 4 مرات عشان الالترا فايلوت الدبث اوف كيورنج بتاعه قليل. مش دي كانت المشكله الاساسيه، المشكله الاساسيه ان هو كان ما بنشوفش الالترا فايولوت ده، فكان ممكن يجي في العين يعمل سكين كانسر، ولو جه على العين يعمل اي دامج، ولو جه على السكين يعمل سكين كانسر. فكان هيلث هازارد بتاعته مشاكله الصحيه كتيره قوي. هارمفول افكت على السكين يعمل لك سكين كانسر، وعلى الاي يعمل لك اي دامج. فده خلاص ده هيستوريكال، خلاص بطلنا نستعمل الالترا فايولوت. امال ايه الجيوال كيورد كومبوزيت بقى؟ هيحصل له كيورنج عن طريق حاجتين، لايت وكيميكال، وده موجود دلوقتي كتير. بالذات اكتر في حالات الكور والكلام ده كله والسيمنز. رقم 5 في الكومبوزيشن البوليمرايزيشن انهيبيتور، الحاجات اللي هتعمل انهيبيشن. ارجع لي كده لشابتر البوليمرز لما قلت لك ليه بنحط الانهيبيتورز زي الهيدروكينونز. ليه؟ عشان يعمل انهيبيشن للبريماتيور بوليمرايزيشن. وقلت لك لو قلت لي تو انهيبيت بوليمرايزيشن رياكشن هتاخد صفر، لان هو ما بيمنعش البوليمرايزيشن، هو بيمنع البريماتيور. البريماتيور يعني حصل له بوليمرايزيشن قبل ما حضرتك تحب.
امتى؟ during storage او accidental exposure to heat or light. يعني مثلا ايه؟ انا جبت الكومبوزيت ومخزنه والكهرباء قطعت عندي فالحراره عليت، عايز يحصل له كيورنج؟ لا، ده بريماتيور بوليمرايزيشن. امتى؟ ده حصل نتيجه الاستورج. اوكي، او حضرتك مثلا جاي وشغال في العياده، فتحت صباعك كومبوزيت، ما انت فتحته في النور، ما انتش مضلم العياده وشغال، لا في نور الاوضه عندك، في نور اليونت، انت عايز يحصل كيورنج باللايت ده؟ لا، هتعمل ده اسمه بريماتشور بوليمرايزيشن، بوليمرايزيشن قبل وقته. فالانهبيتور وظيفته ان هو يمنع البوليمرايزيشن ده، وده سؤال جه في ريزون. ما تنساش كلمه بريماتشور لان من غيرها الاجابه غلط. مين ايه تاني بيعمل انهبيشن للبوليمرايزيشن؟ الايجينول. في عندي حاجه اسمها زنك اوكسيد ايجينول، دي حشوه هناخدها في السيمنز ان شاء الله، ده بنحطها كبيز وبنحطها كحاجات كتيره. المهم ما ينفعش تحطها البيز تحت الكومبوزيت ريزن. ليه؟ علشان الايجينول هيعمل انهبيت للبوليمرايزيشن رياكشن اوف كومبوزيت ريزن. ما ينفعش اجيب كومبوزيت واحط تحتيه بيز زنك اوكسيد ايجينول خالص. ليه؟ جيف ريزون مهم جدا، ايجينول انهبيت بوليمرايزيشن اوف كومبوزيت ريزن. تالت حاجه الاكسجين بيمنع الانهبيشن للبوليمرايزيشن رياكشن. ده هيفيدني في ايه بقى؟ هيفيدني في اللي انا هقوله دلوقتي. حشوه كلاس 3 زي دي او كلاس 4، في الحته اللي في الجنب دي البروكسيمال سيرفيس هقدر اعمله فينشنج بولشنج؟ لا. قول لو مثلا عندي حته في الليبيال سيرفيس هنا، هجيب البير بتاعتي وافنشها زي الليبيال او البلد اللي هنا، البير بتاعته هعمل فينشنج، فهشيل اللاير الخارجيه اللي ما حصلهاش كيورنج. مش احنا متفقين الاكسجين بيمنع البوليمرايزيشن؟ الاكسجين ده موجود فين؟ في الجو. يبقى اللاير الخارجيه اللي ملامسه الحشوه من بره، الهواء اللي ملامس الحشوه من بره، اللاير الخارجيه دي مش هيحصل لها كيورنج. في حاله هنا انا هعمل فينشنج بولشنج بالبير بتاعتي وهشيل الكلام ده كله بالديسك ده بتاعي، بالرابر كاب بتاعتي دي، باي فينيشنج تول عموما يعني، وهشيل اللاير الخارجيه اللي هي ما حصلهاش بوليمرايزيشن. طب في الحته البروكسيمال دي هعرف اشيلها؟ لا. فبعمل الماتريكس دي، الماتريكس المفروض لونها شفاف بس احنا جايبين لونها ازرق علشان يبقى تبان في الصوره مش اكتر. يبقى في حاله البروكسيمال سيرفيس او حاله الكلاس 2 مثلا، برضو البروكسيمال سيرفيس بتاع كلاس 2 لو حطيت كومبوزيت، لا حط الماتريكس. ليه؟ عشان الماتريكس تمنع الكونتاكت بتوين الريستوريشن والاكسجين، فيبقى ما الاير انهبيتد لير او اللير اللي ما حصلهاش كيورنج دي ما يحصل، ما تبقاش موجوده. السيرفيس الخارجيه ما حصلهاش كيورنج يبقى ميكانيكال بروب ساعتها ضعيفه. وتاني حاجه السهل ان هي تقبل ستينز، يعني الحشوه تتصبغ بمنتهى السهوله نتيجه الراجل شرب اي اكل ملون او شرب اي حاجه ملونه. يبقى في السيرفيس الخارجيه اللي هي ليبيال او باكال او سيرف او لينجوال او بلاتال، هعمل فينيشنج بالفينيشنج ديفايس بتاعتي. انما لو البروكسيمال سيرفيس هحط السيلولويد ماتريكس او ترانسبيرنت ماتريكس دي. رقم 6 الالترا فايلوت ستابلايزرز. يعني ايه الكلام ده؟ بعد فتره بيحصل ديسكالريشن، هو يلوينج للكومبوزيت زي اي حاجه بلاستيك. بص حضرتك كده، ده دراع البلاي ستيشن مثلا، ده بعد فتره بتلاقيه اصفر. بص حضرتك على اي حاجه بتاع النور مثلا اللي في البيت، الكوبس بتاع النور، المفتاح اللي لونه ابيض، المفروض بعد فتره بتلاقيه اصفر. اي بلاستيكات بعد فتره بتمتص الالترا فايلوت راديشن وبيبتدي يحصل لها اليلوينج ديسكالريشن ده. طيب عشان ما يحصلش في حشوه الكومبوزيت وكل شويه غيرها والكلام ده كله، فحطينا الترا فايلوت ستابلايزرز، حاجات تمتص الالترا فايلوت وتمنع لون الاصفرار اللي بيحصل ده. رقم 7 بيجمنتس. دي صوره شركه نزلتها بتقول لك دي الحاجات اللي بنحطها جوه الكومبوزيت. خدت بالك من الالوان اللي موجوده والقصص دي كلها؟ في بيجمنتس كتيره بتحصل بالتركيزات مختلفه عشان تديني الشيدز، شيدز يعني الوان، شيدز بتاعت الكومبوزيت ريزن. لون سنتي غير لون سنتها غير لون سنته غير لون سنتها غير لون سنان، كل واحد لون سنته مختلف عن التاني. يبقى لما اجي اشتري كومبوزيت بشتري الوان كتيره من الكومبوزيت عشان تناسب اكتر الناس. رقم 8 بنحط فلوريسنت ايجنت. دي صوره تحت الالترا فايلوت. بص كده حضرتك، دي شكل السنه اهي، ودي انواع كومبوزيتس معينه بيقول لك ان المفروض يبقى الحشوه فيها فلوريسنت ايجنت شبه السنه.
ليه؟ لان عامل حشوه مثلا وتعرضت للموقف ده، ده بيتعرضوا له اكتر في الديسكو عشان في الاضاءه اللي هناك بتبقى مختلفه شويه عن الضوء العادي. عندي حشوه وعندي سنه جنبيها، لو الحشوه ما فيش فيها الفلورسنت يبقى في الضوء ده هتبني الحشوه لونها اسود، ودي مش حاجه كويسه. انا عايز لون الحشوه يبان زي لون السنه تحت جميع الاضاءات، فبنحط الفلورسنت ايجنت دي. ممكن نعمل كلاسيفيكيشن للكومبوزيت اكوردنج تو ايه؟ اول حاجه اكوردنج تو ميثود اوف كيورنج، تاني حاجه بارتيكل سايز، تالت حاجه فيسكوستي. نمسكهم حاجه حاجه على حسب الميثود اوف كيورنج. ممكن في لايت كيورد، في كيميكال كيورد، في جي وال كيورد، والهيت كيورد بتاع المعمل لابوراتوري كومبوزيت، وشرحناهم قبل كده بالتفصيل. على حسب البارتيكل سايز، في عندي الفاين، مايكرو فاين، مايكرو هايبريد، نانو هايبريد، ونانو فيلد، وشرحناهم في الجدول اللي فات برضو قبل كده. على حسب الفيسكوستي بقى، ممكن يبقى كونفنشنال اللي هو اليونيفرسال اللي هو العادي ده اللي هو الشكل ده، او باكابول ده الفيسكوستي بتاعته اعلى زي ده. شايف الفرق بالفيسكوستي بين ده وبين ده؟ ده الفيسكوستي بتاعته عالي. وفي بقى الفلوبل خالص، هو الفلو بتاعته عالي. شايف الفلو اخباره ايه؟ شايف هنا الفلو نازل ازاي؟ خدت بالك ده بننزله من سرنجه رفيعه ازاي لان هو فلوبل قوي. في حاجه اسمها لو شرينكج كومبوزيت ريزنز، الكومبوزيتس الشرينكج بتاعها بيبقى قليل. اول حاجه اسمها اورموسير، ده اختصار لاورجانيكالي موديفايد سيراميكس، اورموسير. المصطلح ده هتلاقيه في الصناعه مش في طب الاسنان بس. اللي عمل في الكومبوزيت بتاع الاسنان شركه اسمها فوكو، هتلاقيه برضه واخده براءه اختراع بتاعتها. فكرته في ايه؟ ان انا عملت الباك بون بتاع البوليمر من سيلوكسين سيليكا، وبالتالي دي ان اورجانيك فمش هتكش، وخليت سايد برانشز بتاعتها، سايد تشينز الاذرع الجانبيه بتاعتها من الميثايل ميثاكريليت. اوكي بص كده معايا في الصوره. في الكيورنج مين اللي هي مين اللي هيكش؟ الميثايل ميثاكريليت سايد تشينز، مش ال سيلوكسين باك بون، وبالتالي قللت الشرينكج. السيلوكسين مركب بتاعه اطول من البيس جاما، يعني موليكولار ويت اعلى، مش موليكولار ويت اعلى بقى، نقول الحجم بتاعه اعلى، وبالتالي الانكماش بتاعه هيكون اقل. لو حطيت له شويه فيلرز كمان يبقى الشرينكج قل كمان بقى من 1 ل 3%، دي نسبه قليله قوي. اهو ده شكل السيلوكسين، رسم توضيحي طبعا، ده اللي رسمه الشكل كده طبعا. ادي السيليكا ليها 4 دراعات، 3 اكسجين، والرابع السايد تشين اللي هي سي دبل بوند اللي هتعمل بوليمرايزيشن من هنا. اوكي ده السيلوكسين باك بون اهوت، ودي السايد تشينز. ده مش هيكش، الباك بون ده اللي حضرتك شايفه مش هيكش. مين اللي هيكش؟ الحاجات الصفرة دي، السي دبل بوند دي هي دي اللي هتكش. الكروس لينكينج حصل بتوين التشين دي والتشين دي، دول اللي هيحصل لهم انكمش، انما ده هينكمش؟ لا. يبقى عندك حاجتين هنا خلت الانكماش قليل، ايه هما؟ رقم واحد الموليكولار ويت الكبير بتاعي، رقم اتنين ان الدراع ده ما بيكشش، الباك بون ده ما بيكش. مين اللي بيكش؟ الدراع السايد تشين ده هو اللي بيكش. مميزات الاورموسير لو شرينكج كومبوزيت طبعا زي ما قلنا، باي كومباتبل بتاعتي عاليه لان فيها سيليكا، والسيليكا دي الكومباتبل بتاعتها كويسه، الستكس بتاعته كويسه، وعنده كوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن شبه السنه، ودي حاجه كويسه جدا عشان نمنع المارجنال بيركوليشن اللي كان بيحصل ده في الحشوات القديمه خالص. في التصرف ده هو احسن من البيسجون. تاني حاجه سيلورين، وده شركه سيلورين ما عملته، بطلت تنتجه من كام سنه كده قليلين. ده بيتكون من سيلوكسين واوكزيرين، فكرته في ايه؟ انه عنده رينج اوبننج بوليمرايزيشن يقلل الشرينكج نسبه اقل من 1%. يعني ايه الكلام ده؟ ده السيلورين، ادي السيلوكس اللي حضرتك شايفه اهوت، ده السيلوكسين اللي هو عامل الحته الخضراء دي، وده الاوكزيرين اللي هو الدراع بتاعي. ده هيحصل ايه في التفاعل؟ رينج اوبننج. ادي الاستراكشر رينج بتاعي، الحلقه دي لما في البوليمرشن تفتح فهتعوض الانكماش بتاع التشينز لما تقرب من بعضها. ده الميثاكريت اللي هو البيسجاما واللي زيه زي ما حضرتك شايف اهوت كده، هيبتدي يحصل بوليمرايزيشن فيبتدوا يقربوا من بعض فيحصل شرينكج كبير. في منتج تاني حاجه اسمها جي اكس 511، ده شركه جي سي بتستعمل المنتج ده. فكرته في ايه الاساسيه؟ ان هو عنده موليكولار ويت كبير، موليكولار ويت بتاعه 895 تقريبا 900، اللي هو دبل اليوريسين دايميثاكريليت ودبل البيس جاما. بيتكون من تو بارتس برضه، ريجيد كور
وشورت فليكسبل ارمز، الريجيد كور او ريجيد بارت بتاعي ده مش هينكمش، مين اللي هينكمش؟ الشورت فليكسبل ارم. ادي الشكل بتاع ده لونج ريجيد كور اهو، ده مش هيكش خالص، الجزء الجانبي هو بس اللي هينكمش. دو بوينت بونيمر، الشركه اللي اخترع اللي عملته شركه كيميائيه اسمها دو بوينت وبعته لجي سي. في حاجه اسمها بالك فيل كومبوزيتس، بتحط الكومبوزيت تعمله فيلينج مره واحده، في بعض الشركات بتقول لحد 5% 5 مللي مره واحده، يعني حضرتك لو عندك الكافيتي 5 مللي املاه مره واحده وحط الكومبوزيت بتاعك. مشاكله والكلام ده كله، لا حاجات مش هضطر اشرحها لكم، انتوا لسه اندر جرادويتس. نتكلم بقى في المهم، ايه بروبرتيز الكومبوزيت ريزن، خصائص الكومبوزيت. هنتكلم في الثمانيه دول. اول حاجه بوليمرايزيشن شرينكج، مين اللي هيعمل شرينكج؟ الماتريكس مش الفيلرز. يبقى لو عملت نسبه فيلرز كتيره يبقى الشرينكج بتاعي هيقل. متفقين على كده؟ ماشي. اوكي. هنا بيقول لك ايه، المايكروفاين هيشرينك مور ذان الهايبريد. ليه؟ عشان كان المايكروفاين نسبه الفيلرز فيه اقل من الهايبريد والنانو هايبريد. الشرينكج ده حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ ليه؟ لو الشرينكج نسبته أقوى من البوند سترينس فهيحصل جاب في النص. جاب يعني إيه؟ يعني مايكرو ليكج، يعني الكرنت كيرز، يعني هايبر سنسيتيفيتي. طيب لو الشرينكج أضعف من البوند سترينس، يعني الحشوة كشت كده بس كانت ماسكة جامد في السنة، هيحصل حاجه اسمها كاسبال ديفليكشن. يعني كاسبال كاسبال ديفليكشن يعني الكاسب ده يقرب على الكاسب ده، يعني حضرتك ضغطت السنه كده يحصل انامل مايكرو كراكس. شايف الانامل ابتدى يحصل فيه شرخات ازاي؟ نتيجه ان هو شديت السنه لجوه، دي مش حاجه كويسه. طيب عايز اتغلب على البوليمرايزيشن شرينكج، السؤال ده مهم. ميثودز اوف ديكريزنج بوليمرايزيشن شرينكج، اول حاجه اعمل انكريمنتال اديشن، يعني حط لاير وراها الثانيه وراها الثالثه وراها الرابعه. اللاير دي هتكش بنسبه قليله لان حجمها صغير، هتعوضها اللير رقم 2 لما احطها برضه هتكش بالنسبه لي، لا هيعوضها اللير 3، اللير 4 هتعوض 3 وهكذا، كل اللير هتعوض اللي انكمش بتاع اللير اللي قبليها. تاني حاجه اعمل بوند كويسه، لو البوند قويه عندك هتمنع الشرينكج بتاع الكومبوزيت. ما انت ماسك في الوول من هنا وماسك في الوول من هنا فمش هيحصل انكماش للكومبوزيت. تالت حاجه اعمل اندايركت كومبوزيت ريستوريشن، اعمل الحشوه بره بق البيشنت. شايف ده كاست اهو الجبس ده ومحطوط عليه الكومبوزيت انلاي اهي او انلاي، دي كشت بره بق البيشنت لان انا عملت لها بره، يبقى عوضتها حطيت الحشوه بره وسبتها تكش براحتها ويحصل كل حاجه، وجيت قمت واخدها كده لزقتها بريزن سيمنت. مين اللي هيكش؟ السيمنت اللي هو السيكنس بتاعه قليل، يبقى الحشوه لما تكش بره بق البيشنت خلاص مش هتكش تاني جواه. مين اللي هيكش؟ السيمنت بس، وبالتالي اتغلبت على الشرينكج بتاع الكومبوزيت ريزن. تاني حاجه بوندنج تو تو ستراكشر، الكومبوزيت بيشبك مايكرو ميكانيكال، وتحفظ لك الكلمه دي زي اسمك، ام سي كيو مهم جدا، ولو دخلت في الشفوي هيسالك بيشبك ازاي تقول له مايكرو ميكانيكال. الامالجم كان ماكرو، ماكرو يعني شوفه بعيني، انما ده مايكرو ما شوفوش بعيني. هنعمل اول حاجه بوندنج الانامل بخطوتين، اسيد اتشنج، وتاني حاجه ديس في ابلكيشن. الاسيد اتشنج هنحط 37% فوسفوريك اسيد لمده 15 ل 30 ثانيه. الرول اوف اسيد اتش مهم جدا جدا، شرحنا الكلام ده الترم اللي فات وهنشرحه تاني. اول حاجه هيشيل من سطح الانامل في جزء اجزاء مخصوصه، يعني بنسميه سيلكتيف ريموفال اوف انامل، يعني مش بيشيل كل انامل كده طبقه متساويه، لا بيشيله بطبقه متعرجه. يبقى هيشيل من الانامل، يبقى هيشيل الطبقه الخارجيه اللي هي مش نظيفه، يبقى عمل كليننج للانامل، يعني عمل زود سيرفيس انرجي. ما انت لو عندك لوح ازاز عليه تراب مش هيلزق كويس الاستيكر عليه زي ما يبقى لوح الازاز نظيف. يبقى الاسيد اتش لما شال اللاير الخارجيه دي نظف الانامل فزود السيرفيس انرجي. يبقى دي اول واحده، انكريز السيرفيس انرجي عن طريق انه عمل كليننج للانامل سيرفيس. خلاص كده؟ ماشي. مش انا قلت لك بيشيل بشكل غير منتظم، يعني بيخلي الشكل بتاعي السطح بتاعي رف، الشكل بتاعي رف يعني ايه؟ يعني زودت السيرفيس اريا، يبقى انكريز السيرفيس اريا. وعمل مايكرو بوز خرام رفنطوعه كده خالص، يقدر الاديز يخش ويعشق جواها وينشف. يبقى عندي رول في اسيد اتش اربع حاجات بكلمتين، هزود السيرفيس، هزود سيرفيس انرجي عن طريق ان انا اعمل كلينج لانامل سيرفيس، وهزود السيرفيس اريا عن طريق ان انا اعمل مايكرو بوز.
حفظت الأربعة مهمين. أدي شكل الأسيد إتش على الإنامل، شايف ده الإنامل روز هو بيشيل من حواليها كده، فالسطح بتاع السيرفس أريا بتاعته زادت والدبرز اللي فوق اتشالت، يبقى كده كليننج للإنامل فزود السيرفس إنرجي، عمل مايكرو بورز فزود السيرفس أريا، أربع حاجات أهو. طيب بعد كده احط الابلكيشن اللي هو البوندنج ايجنت او الاديسيف، احطه هيخش جوه المايكرو بورز ويشبك فيها، وبعد كده اقوم حاطط الكومبوزيت عليها. تاني حاجه بوندنج تو دنتين، بيمر الثلاث حاجات اسيد كونديشننج برايمر اديسيف. الاسيد كونديشننج ناس بتنطق عليه بتقوله اسيد اتشنج برضو على الدنتين، واحنا في عيادتنا كلنا هنقول كلمه اسيد اتشنج على الدنتين عادي، بس الكلمه الادق علميا اسيد كونديشننج. ليه؟ لان هو بيبقى اسيد تركيزه اقل والوقت اقل، مايلد اسيد يعني درجه الحامضيه بتاعت الاسيد اقل، وتاني حاجه ليس تايم فبنسميه كونديشننج اكتر. هيعمل ايه؟ هيشيل السمير لير. يعني كلمه سمير لير، حضرتك وانت شغال في السنه بتعمل شويه بودره نتيجه البرد بتاعك ده، مع شوية بكتيريا مع شوية سلايفا مع شوية بلاد لو اتبقى يعمل لك لاير كده مش نظيفة بنسميها سمير لاير. الاسيد كونديشننج ده هيقوم شايل السمير لاير، يعني عمل كليننج للدنتين. اوكي. تاني حاجة هيشيل شوية مينرالز من الدنتين، فبس هنا ما هيختلف عن الإنامل في ايه؟ انه هيقلل السيرفس انرجي. يعني ايه؟ الدنتينال تيوبيوز زي ما حضرتك خدت في الاورال بيولوجي عبارة عن قنوات كده ممسوكة بمينرالز. لما اشيل المينرالز دي، ما هو الاسيد هشيل مينرالز، لما اشيل المينرالز دي يحصل ايه؟ الدنتينال تيوبز يحصل لها كولابس، تتطبق. لما تتطبق البوندنج ايجنت او الاديسيف اللي انا هاجي احطه مش عارف يخش مع الدنتينال تيوبز مطبقه، يبقى انا كده قللت السيرفس انرجي، تفاعل اللزق او الاديسيف هيقل، يبقى السيرفس انرجي بتاعتي قلت. ادي شكل الاسيد اتش اهوت، هعمل الاسيد كونديشنج عمل ايه؟ ده الدنتينال تيوبيولز هي المفروض اهي حصل لها كولابس، شايف طبقت ازاي؟ انما هنا ده النورمال دنتين العادي، هنا ده الدنتين اللي حصل له كولابس الدنتين. اوكي، عشان احل المشكله اللي حصلت دي اللي حصل كولابس الدنتينال تيوبيولز فالسيرفس انرجي بتاعتي قلت، بالاضافه ان عندي مشكله ثانيه. ايه هي؟ ان الدنتينال تيوبيولز اخرها موصله على البلب تحت، بلب يعني فيه مويستشر يعني فيه ميه، ينفع تلزق ستيكر على لوح ازاز مبلول؟ لا، لازم تنشفه الاول. فاخترعنا مركب اسمه برايمر، مركب حلو جدا. ليه؟ فكرته في ايه البرايمر ده؟ انه عنده تو فانكشنال جروب، درعين، درع هيدروفيلك يعني بيحب الميه، يعني يشم ان في كلمه ميه فيجري ناحيتها على طول. هي الميه دي موجوده فين؟ فاكر الدنتينال تيوبيولز اللي حصل لها كولابس اللي متطبقه دي جواها ميه، هو يشم ان في ميه يجري جري جري عليها ويقوم داخل نفسه حشر نفسه جواها. حشر نفسه جواها يعني ايه؟ يعني دخل وقفلها. الميه هتطلع؟ لا، ما هي البرايمر سدها، الجزء الهيدروفيلك من البرايمر سدها. يبقى كده حليت انت المشكلتين. مشكله الانرجي القليله، السيرفس انرجي اللي قلت، ليه؟ عن طريق البرايمر اللي جري يخش جواها. وتاني حاجه مشكله المويستشر حلها، فيعتبر ان هو زود السيرفس انرجي. والتاني دراع بتاعه الدراع الهيدروفوبيك ده هيعمل كيميكال بوند مع الاديسيف اللي احطه فوقيه. هو ثالث خطوه، ده البرايمر اهوت. احط الاول البرايمر وانشفه بالاير، وبعد كده اعمل كيورنج للمده الراجل بتاع المصنع هيقول لك عليها. ثالث خطوه بقى الاديسيف اللي هو البوندنج ايجنت، ده هيعمل ايه؟ هيشبك البرايمر مع الكومبوزيت ريزن اللي هو في النص بقى. ادي الاديسيف اهو احطه، بعد ما حطيت البرايمر احط رقم 2 الاديسيف اهو، وعم برضه انشفه واعمل له كيورنج. ده شكل توضيح اهوت، ده السمير لير، حطيت الاسيد اتش دنتينال تيوبيولز زي ما حضرتك شايف كده حصل لها كولابس، بقى اتش كويسه متطبقه اهي. هبتدي احط بعد كده الادهيسيف والبرايمر، البرايمر الاول بعد كده الادهيسيف، فيخش يقفلها جواها كده وبقت الدنيا كويسه ريدي ان انا احط فيه الكومبوزيت. حضرتك ان شاء الله لما تكبر وتخش العيادات هتلاقي نفسك ان احنا ما بنحطش اسيد اتش وراه بوندنج وراه برايمر وراه اديسيف وبوندنج ايجنت. لا، حضرتك بتحط اسيد اتش وتقوم حاطط مره واحده سائل كده وخلاص. اللي انا بحكيه لك ده جنريشن، ده اللي هو اسيد اتش وبرايمر وبوند، ده كان قديم شويه، يكاد يكون مش منتشر خالص، يعني انتشاره قليل قوي. الجنريشنز الجديده بقت اسيد اتش ومعاها الاديسيف والبرايمر في ازازه واحده.
وفي جينيريشنز تانية ما بنحتاجش اسيد اتش. فكرة البوندنج ده جينيريشنز كتير وصلوا لحد 8 جينيريشن النهارده، مش وقتنا خالص ان احنا نشرح، لا الموضوع كبير قوي عليكم. بس المهم الغرض من السلايد دي ان انا عايزك تعرف انك لما تخش العياده لا انت هتشتغل صح زي ما الدكاتره هيقولوا لك، بس احنا كنا بنشرح لك الجينريشنز القديمه لانك لسه صغير، لما تكبر ان شاء الله هتلاقي نفسك بتفهم انت لوحدك، واحنا هنشرح لك بعد كده في الاوبرتيف وفي الحاجات الادفانسد ان شاء الله ايه الجينريشنز دي كلها وايه الفرق بين ده وبين ده وبين ده. دي جينريشن زي ما قلنا في حاجه اسمها اتش اند رينز وحاجه اسمها سيلف اتش، ده في 2 ستيبس، ده في 1 ستيب، ده 3 ستيبس، احنا بنشرح لك دي بس اللي هي اول ريلايبل بوندنج سيستم بنتكلم فيه. وفي بقى التو ستيبس لا ده اللي ممكن تشتغل انت حضرتك بيه في العياده. بعد ما عملت الكيورنج للادهيسيف حط الكومبوزيت واعمل له كيورنج وتعمل فينشنج بوشنج والمريض بتاعك يروح. تالت حاجه الثيرمال بروبرتيز بتاعت الكومبوزيت، الكوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن اند كونتراكشن اول نقطه، لما الكوفيشنت يزيد دي مش حاجه كويسه، ده هيعمل لي انكماش وكونتراكشن كتير مع التمبريتشر فلكتويشن ممكن يؤدي للبوند فيلير، بعد فتره الحشوه تبوظ وتضطر تغيرها. طبعا زي ما قلنا في اول الشابتر كل ما كميه الريزن ماتريكس زادت كل ما الكوفيشنت يزيد، وبالتالي مين اعلى كوفيشنت؟ المايكروفيلد. كل الحاجات دي ام سي كيو، مين اعلى، مين اعلى كوفيشنت، مين اعلى ميكانيكال بروبرتيز، مين نفس زي ما شرحنا في الاول كده، راجع تاني انا قلت لك بنعرفهم ازاي. رابع حاجه الميكانيكال بروبرتيز بتعتمد مينلي على الفيلرز، يبقى كل ما نسبه الفيلرز زادت كل ما الميكانيكال بروبرتيز هتزيد، يبقى مين اقوى ومين اضعف؟ اكيد المايكروفيلد هو الاضعف. رقم خمسه استاتيك اند اوبتيكال بروبرتيز، الكومبوزيت ترانسوسنت ماتيريال بتعمل ماتشنج للتو ستراكشر، دي حاجه كويسه. بيجي لي في ديفرنت شيدز، يعني دي كيت واحده لشركه واحده، بتشتري حضرتك كل انواع الكومبوزيت دي، شايف الالوان بتاعته كتيره ازاي؟ ما تقلقش مش هتتخض، مش هتشتري كل دول، كان ده كبيجنر، في كيت للبيجنرز تبقى 3 4 شيدز بس مش كتير يعني. فالكومبوزيت لا بيجي لي في ديفرنت شيدز تقدر تعمل بيهم احلى شغل. النانو فيلد كومبوزيتس طبعا الترانسوسز بتاعته اعلى من كل الكومبوزيتس الثانيه، لان حجم الفيلرز اللي فيه بيقدر يعدي الويف لينس الويف لايت، يعني الحجم الفيلرز اصغر من الويف لينس بتاع اللايت، فبالتالي هيعدي بمنتهى السهوله مش هيتدخل معاه ويضعف. حجم الفيلرز برضه بيفرق في ايه؟ في اللي احنا قلناها قبل كده، لو حصل الفيلر حجمها كبير يبقى السطح بتاعي رف، ولو فقدها بيبقى سطح مور رف. الكومبوزوس من ضمن مميزاته ان هو هيدروفوبيك، يعني ايه هيدروفوبيك؟ يعني ما بيمتصش السوائل، ما بيمتصش الميه، يعني المريض لو شرب قهوه، شرب بيبسي، شرب كذا، لا ما بيمتصهاش، لان لو امتصها دي كارثه. ليه؟ لون الكومبوزيت هيغير بسهوله، يبقى الهيدروفوبيك نيتشر هتقلل الداي بنتريشن، اختراق الصبغات للسطحه، للسطح بتاع الحشوه، وبالتالي شكله هيبقى احلى لفتره طويله. لو حطينا ريجيو اوباسيفايرز زي سترونشيوم والزركونيوم والباريوم هيأثر على الريجيو باستي ويخلي الحشوه ريجيو بيك، ودي حاجه حلوه عشان اقدر اميز لو في تسوس تحت الحشوه. رقم 6 السولوبيليتي، الكومبوزيت ده بلاستيك، البلاستيك ما بيدوبش في الميه، بس لازم يبقى فيه شويه ريزيدوال مونومرز، لو حصل لهم ريليز ده بنسميه سولوبيليتي. الكومبوزيتس عنده ريليز اوف ريزيدوال مونومرز قليل، فبالتالي عنده لور سولوبيليتي. رقم 7 ووتر زوربشن، امتصاص الميه، الكومبوزيت هيمتص الميه. مين المسؤول عن امتصاص الميه؟ الماتريكس. كل ما الماتريكس تزيد يعني الفيلرز قلت، كل ما الووتر زوربشن هيزيد، يبقى مين اكتر واحد ووتر زوربشن؟ المايكروفيلد. برافو عليك. الووتر زوربشن ممكن نقلله ازاي؟ زود المولكيولار ويت بتاع الماتريكس، خلي الماتريكس مونيمر بتاعك او الاوليجمر مولكيولار ويت بتاعه كبير، مع كل ما يبقى كبير كل ما مش الميه هتخترق. الميه بتخش منين؟ مش بتخش جوه المولكيول نفسه، لا بتخش بتوين المولكيولز بتاعت الماتريكس. يبقى لو المولكيولار ويت بتاعي زاد، يعني التشين بتاعتي بقت طويله خالص، احتماليه الميه تخش هتبقى اقل. تاني حاجه اعمل كروس لينكينج. يعني ايه كروس لينكينج؟ يعني ربط ببرايمري بوند. ما هي المايه مش هتعرف تخترق البرايمري بوند، المايه تعرف تخترق السكندري بوند، انما برايمري لا ما تعرفش تخترقها. لو عملت كروس لينكينج يبقى انا زودت البرايمري بوندز، يبقى انا قللت اختراق المايه.
اعمل كابلنج ايجنت. ما انا قلت لك من الفانكشن بتاع الكابلنج ايجنت هيربط الفيلر بالماتريكس، فمش هيسيب الفراغ ده اللي المايه تخش فيه. رابع حاجه خلي الكومبول الريزن ماتريكس هيدروفوبيك. هيدروفوبيك يعني اصلا هتيجي المايه ناحيه تقوم متزحلقه ما تخشش جواها، يبقى مش هتمتص المايه اصلا من اساسه ان هي كارهه. تامن حاجه البيولوجيكال بروبرتيز، الكومبوزيت بيبقى فيه شويه ريزيدوال مونومرز، دي مش بيولوجيكال اكسبتد، دي مش حاجه كويسه، بس قدر الامكان حضرتك حاول تقللها. يعني لو حضرتك عملت بروبر كيورنج للكومبوزيت فبالتالي نسبه الريزيدوال مونومرز هتقل، وبالتالي البيولوجيكال بروبرتيز بتاعتي هتزيد. عشان كده بنقول لك حط الكومبوزيت 2 مللي وتاكد ان هم ما يزيدوش عن 2 مللي، لو اكتر من 2 مللي الضوء مش هيوصل لاخر لايرز تحت دي، وبالتالي هتبقى ان كيورد، فبالتالي فيها ريزيدوال مونومرز كتيره فتعمل اريتيشن للبلب. تاني حاجه في البيولوجيكال بروبرتيز سطح الحشوه، لو السطح بتاعي رف هيحوش بلاك، بلاك يعني بكتيريا يعني مشاكل هتحصل، فبليز نعمل بولشنج كويس للريستوريشن. هنتكلم بقى على كومبوزيتس فور سبيشال ابلكيشن، يعني انواع كومبوزيت كده بنستعملها لحالات مخصصه. اول حاجه الباكابول ريزن كومبوزيتس، اللي هو ايه باكابول ده؟ اللي هو بنقول عليه اسمه التاني كوندنسابل مجازا، بس هو مش كوندنسابل، اسمه باكابول قوي. شايف انا جايبه اهوت وجايب كوندنسر وبضغط عليه بالراحه، طبعا مش زي الامالجم، لا اضغط عليه ضغط اقل. ده بيفيدني قوي في ايه؟ في لو هعمل بوستيريو ريستوريشنز عشان الكلاس 2 عارف اعمل ادابتيشن حلو واشكلها كويس. لو هعمل كور قلب للحشوه لازم تبقى الفيسكوستي كده ماسك نفسه كده. ازاي بغير بزود الفيسكوستي؟ عن طريق بغير الماتريكس كيمستري، يعني تركيبها الكيميائي بغيره شويه، والفيلرز شيب. مميزاته ايه؟ ان هو سهل ان انا اعمل بيه البروكسيمال كونتاكت بسهوله، ونون ستيكي. من ضمن عيوب الكومبوزيتس البشع ان هو بيلزق في الانسترومنت وانت شغال، عشان كده بنقول لك هتجيب بقى تيفلون او بتجيب جولد بليتد انسترومنت بحيث ان هي ما تلزقش مع الكومبوزيت. هو ده كده كده ما بيلزقش، ده نون ستيكي، هو ماسك نفسه لوحده. عيوبه ايه هي بقى؟ الادابتيشن على كافيتي وولز هيقل، ما هو حضرتك الفيسكوستي العاليه هتبقى على حساب انك يلزق على الكافيتي. لو الفلو بتاعي عالي سهل ان هو هينتشر على الكافيتي وولز ويلزق عليها، ده عيب. تاني حاجه اوباسيتي بتاعته اعلى من الهايبريد كومبوزيتس. طيب لما اجي اقارن الميكانيكال بروبرتيز بتاعه الهايبريد كومبوزيتس وبتاعه الباك اب الكومبوزيتس لانها مش فارقه. عشان كده الباك اب الكومبوزيتس استعمالاته دلوقتي ليميتد شويتين. الفلو بالكومبوزيتس بقى، شايف الفلو بتاعه عامل ازاي؟ بيجي لي في شكل سرنجه كده، شايف التيب بتاعته رفيعه ازاي؟ لما تيجي تنزله من جوه من نيدل تيب بتلاقيه الفلو بتاعه عالي. Dispensed into a cavity by syringe، يعني بنزله جوه الكافيتي عن طريق السرنجه دي. بستعمله كلاينر، يعني كماده لتبطين الكافيتي، او لو هعمل سيرفايكال ليجن ريستوريشن اللي هي كلاس 5، بعض الحالات بنفضل ده عشان المودلز بتاعه قليل فيبقى متناسب مع الحشو، مع طبعا دي حاجه ستريس اناليسز لتت صغيرين قوي عليها. ازاي بقلل الفيسكوستي؟ انا بقلل الفيلر كونتنت، يعني نسبه الفيلرز فيه قليله. نسبه الفيلرز قلت يبقى حضرتك على طول هتخبط في دماغك عيوبه ايه هي؟ انت عرفتها انا مش من غير ما اشرحها. مميزاته ايه؟ الادابتيشن بتاعه طبعا تحفه، عشان كده بقول لك بنحب نستعمله كلاينر، يعني ماده تبطن بيها الحشو. لور بوليمرايزيشن ستريسز، يعني ايه ستريسز قليله؟ مش شرينكج، ستريسز، ركز في الفرق. يعني ايه؟ الفيلرز اللي فيه قليله، فالكومبوز نفسه تلاقيه زي فليكسبل، زي طري شويه كده، ياخد ويدي معاك. فلما يحصل انكماش هتلاقيه هو، لما يحصل شرينكج هتلاقيه هو نفسه بيمط نفسه. فبالتالي هعمل ستريس ريلاكسيشن، يعني مش هتبقى الحشوه الكومبوزيت العاديه اللي هو الصوره اللي وريتك في الاول ان بيحصل شرينكج جامد فممكن البوند تفصل، لا هو مع نفسه هتلاقيه ريح شويه. عيوبه هي بقى؟ انت حضرتك عارفها طبعا، ميكانيكال بروبرتيز قليله، بوليمرايزيشن شرينكج عالي. وكمل بقى حضرتك بقى العيوب. التالت حاجه اندايركت كومبوزيت ريزنز، ده او اندايركت ريزن كومبوزيت، ده الحشوه اللي بتتعمل في المعمل، باخد مقاس وابعته للمعمل يصبها. ممكن نعمل بيها كراونز على استحياء، هنقول كلمه كراونز دي لانها بتبقى تمبوري كراونز اكتر منها، ممكن بعمله كانليز وكفينيرز. بيحصل له كيورنج بقى ازاي؟ كل شركه بتعمل اندايركت ريزن كومبوزيت بتجيب لك الفرن بتاعها وتقول لك الفرن ده بقى سواء بيطلع حراره، بيطلع هيت، بيبقى فيه اندر بريشر، اندر نيتروجين، اندر فاكيوم، اندر اي حاجه. كيورنج كل شركه بتعمل لك كيورنج
كبير جدا عالي جدا عشان ازود الديجري اوف كونفرجن. يعني ايه كلمه ديجري اوف كونفرجن؟ يعني نسبه المونومر اللي اتحولت للبوليمر، كميه الرياكشن قد ايه، المفروض ان انا يبقى عالي قوي عشان يديني هاير ميكانيكال بروبرتيز احسن من الدايركت كومبوزيتس. عيبه بقى ايه هو؟ انه تايم كونسيومنج، لان انا هجيب الموليب على مرتين ومش هحط الحشو، لا ده انا اخد له امبريشن واحط له حشو مؤقت وبعد كده اشيله تاني ويجي لي مره تانيه وهكذا. بالاضافه للكوست، تكلفته غاليه يعني تكاد تقارب السيراميك بورسلين. ده اشكال ليها، ده شكل فرن من ضمن المنتجات، هتلاقيها في افران كتير وحاجات كتير. ده الشكل شايف فيه كام صباع كومبوزيتس بالشيدز بتاعتها بكده. رابع نوع الكور بيلد اب، هعمل بيه قلب. ادي جيت سن هي متدمره، حطيت فيها بوست، ده البوست اهوت اسمه فايبر بوست لون السنه ترانسلوسنت، وبعد كده حطيت الكور عليها. ممكن تلاقي شكله لونه تنتد، يعني متلون باللون ازرق او ابيض او اوبيك، عشان اقدر افصل بينه وبين السنه، يعني باللون لما اجي ابص كده هيديني كونتراست مع لون السنه. خامس نوع البروفيجنال ريزن كومبوزيتس. بروفيجنال يعني تمبوري، بس الفتره بتبقى مختلفه عن كلمه تمبوري. يعني ده بستعمله عشان اعمل فابريكيتنج للبروفيجنال ريستوريشنز، اللي هي مثلا جالي مريض عملت له خدت له مقاس عملت له تمبوري كراون، هو ده بقى البروفيجنال كراون، ده هو البروفيجنال ريزن كومبوزيتس. خلال الفتره اللي بتوين الريدكشن لحد ما العمل يجيب لي الحشوه النهائيه بتاعتي. ممكن يكون دايركت ريستوريشن بيتعمل في العياده، او اندايركت في المعمل عن طريق كات كام بلانكس. ده الشكل الدايركت اهوت، اتنين مع بعض اهوت بتخلطهم بالجن، جبت ضغط عليه فده وده بيطلعوا يتخلطوا جوه التي بي دي وينزل جاهز عندك الخليط معموله ميكس. دي بلوكات كات كام اللي هي هناخدها في السيراميكس ان شاء الله واوريك شكلها. بنخرط الحشو عن طريق الكمبيوتر. رقم 6 بيتن فيشر سيلنت. جالك طفل صغير، حضرتك بصيت على اسنانه لقيت ان انا عندي في فيشر هنا بدايه تسوس، او فيشر حتى ما بداتش تسوس فيه، فانا عايز اقفل ده قبل ما الحشوه بتاعتي تكبر، التسوس بتاعي يكبر واضطر احط حشوه كبيره وكده. فبنحط حاجه اسمها بيتن فيشر سيلنت، حاجه بتعمل سيل يعني بتقفل الفيشر ده. ده بيبقى لو فيسكوستي ريزن كومبوزيتس، بيقفل البيتس والفيشرز عشان امنع الكيرز ان هو يتكون. ممكن بيكون كومبوزيت ريزنز، او معلومه ليك برضو بيكون جلاس ايونومر في بعض المنتجات الثانيه، يعني زي ده هنتكلم عليه في شابتر سيمنز ان شاء الله. مانيبيليشن اوف ريزن كومبوزيتس بقى، لو حضرتك قريب من البلب اعمل بلب بروتكشن عن طريق جلاس ايونومر او الهايبريد ايونومر اللي هو الريزن متفاد جلاس ايونومر اللي هنتكلم فيه المره الجايه. حط اسيد اتش وبومب زي ما شرحنا قبل كده. ادي الاسيد بنحطه ونغسله وبعد كده تحط البوندنج ايجنت. ديسبنسنج بقى، هننزل الكومبوزيت ازاي من مكانه. لو هو لايت كيورد بيجي لك في وان بيست، يا اما شكله سكرو تايب يا اما كومبيول يا اما سيرنج ديسبنسنج تيب. يعني ايه الكلام اهو؟ ده السيرنج زي ما حضرتك شايفها كده، ده الكومبيول. الكومبيول دي بنجيبها بنركبها على الجن دي، بتبقى سنجل يوز، بنشيل الكاب بتاع اللي هو الرماجي ده وتقوم ضاغط بالقافل الجن دي، هتلاقي حته الكومبوزيت نزلت في الحشوه على طول. ده الفلوبل بقى السيرنج كده بالديسبنسنج تيب بتاعتها، بتضغط عليها فتنزل لك من الحته دي من النوزل الصغنطوطه دي. الكيميكال كيورد بقى بيجي لك في شكل تو بيستس، يا اما تو جارز اللي هو الفورم القديمه خلاص تقريبا تكاد تنقرض. بتحتاج لهم ميكسنج اوفر بيبر بيد وعلى ورقه باستعمال بلاستيك او تيفلون او جولد بليتد سباتولا. تاني بقى الجن والكارتليج هنشوفها اهي. ده زي ما اتفقنا هو التو بيسس بالبلاستيك سباتولا دي. ده بقى الجن دي الكارتليج ده بيكون اتنين بيست، واحد فيه الاكتيفيتور واحد فيه الانيشيتور، وهكذا بتتفاعلوا مع بعض، او بيبقى زي ده نفس الفورم دي بالميكسنج تيب بتاعتها. دي ميكسنج تيب برضو. الجن دي او بالايد العاديه دي في الغالب ده بيكون ديوال كيورد مش كيميكال كيورد، يعني ده بيبقى اكتر منه ديوال كيورد. لو تمبري كراون بيكون كيميكال كيورد، ده اللي منتشر بقى الايام دي بكتير وحضرتك هتجيبه وتستعمله. انما الفورم دي بتاعت الريستوريشن لا، ده للكور، انما ده للتمبري كراونز.
الكيميكال كيورد ما بستعملوش ستانلس ستيل سباتيولا. ليه؟ لان هي وانا بعمل ميكس الفيلرز بتبقى سيليكا، فالهاردنس بتاعها عالي، فممكن تجرح السباتيولا دي فتنزل فيلرز، تنزل منها جزء من الميتال. يبقى حضرتك كده بتخلط الكومبوزيت بجزء ميتال، فهيزود الاوباسي بتاعتها، فيبقى الكومبوزيت ما تعملوش كيورنج غير ببلاستيك او بتفلون السباتيولا اللي احنا قلنا عليها، لان الستانلس ستيل هتغمق اللون، هتزود الاوباسي بتاعته، دي مش حاجه كويسه. البليسمنت بتاعه بنحط عن طريق بلاستيك انسترومنت او تيفلون او جولد كوتد انسترومنت. الانسترومنت حضرتك بتلاقيها مخصوصه كده ليها علشان ما تلزقش في الستانلس ستيل سباتيولا بتاعتك العاديه. لو كومبيولز او الفلوبل كومبوزس بتحطها تحذفها مره واحده جوه السنه. البوليمرايزيشن اللايت كيورد هتعمل له لايت كيورنج باللايت كيور يونت اللي احنا قلنا عليها. اتاكد انك عملت سفشنت كيورنج عشان ما تسيبش في البيز بتاع الكافيتي شويه انبوليمرايزد ماتيريال، هتقلل لك السترينث وتاثر على البلب بالريزيدوال مونومرز. الان رياكتد مونومرز هتعمل اريتيشن للبلب وتقلل الميكانيكال بروبرتيز. ليه؟ لان حضرتك عملت حشوه كومبوزيت من فوق ناشفه ومن تحت طريه، كان حضرتك عملت بيز من ماده سوفت. افتكر لوح الازاز اللي حطيناه على المخده يحصل ايه فيه؟ يتكسر. الديبس اوف كيورنج بقى بيعتمد على ايه؟ يعني اختراق الضوء للحشوه، حط الحشوه ملي ولا 2 ملي ولا 3 ملي، هو ده الضوء هيخترق قد ايه من الحشوه. اول حاجه بتعتمد على الكيورنج يونت، كل كيورنج يونت ليها لايت انتنستي وويف لينس معين. عشان كده لو حضرتك فاكر كنا بنتكلم في، قلت لك في الليد هتلاقيها منتشر، والمنتجات الصينيه اسعارها قليله لانها بتطلع لايت انتنستي قليله. لو هتجيب بقى جهاز لايت كيور نضيف كده بكام الف كده، ب 20,000 ولا حاجه، هتلاقي ان الانتنسي بتاعته اعلى بكتير من الجهاز الصيني ابو 600 700 جنيه ده. يبقى تختلف في اللايت انتنسي وتختلف في الويف لينس، كل كيورنج يونت بتختلف. تاني حاجه الشيد بتاع الكومبوزيت، لون الكومبوزيت بايولوجيك. لو الكومبوزيت شفاف الشيد بتاعه فاتح اكيد هيسمح بمرور الضوء اكتر من الشيد الغامق. رقم 3 ديستانس بتوين لايت سورس اند ريستوريشن. يعني ايه الكلام ده؟ في حاجه اسمها قانون التربيع العكسي، بيقول لك لو المسافه زادت فالانتنسي بتقل للضعف اللي هي اس 2 يعني للدبل. قرب كده حضرتك من اللمبه وبص فيها هتلاقي عينك بتوجعك، طب ارجع كده في اخر الاوضه ونور نفس اللمبه هي هي، ولا الضوء هيفرق معاك في حاجه. ليه؟ لان هي الفكره لما بتبعد عن الضوء الانتنسي بتاعت الضوء بتقل. وبالتالي لو هاجي اعمل كيورنج هخلي التيب بتاعت الكيورنج يونت لازقه في السنه، ما تخليهاش بعيده عنها. رابع حاجه الكومبوزيت سيكنس، ما تعديش 2 مللي سيكنس عشان تضمن ان حصل بنتريشن لللايت. الاكسبوجر تايم اكيد طبعا طبعا بيولوجيك، التايم لما يزيد يبقى كميه الضوء اللي هتخش هتبقى اكتر. عشان كده في الشالو في الكومبوزيت لما يجي يقول لك ايه، لو انت بتستعمل بشيد غامق زود الوقت شويه، بدل ما يبقوا مثلا 30 ثانيه خليهم 45 ثانيه. سادس حاجه ان الشيتور سيستم ابزوربشن كاركترستكس. فاكر لما قلت لك ان الاكتيفيتور بتاعي الانيشيتور بتاعي قصدي كان اسمه كانفور كوينون، وفي حاجات جديده طلعت زي البي بي جي والتي بي او والايفوسرين والكلام ده كله، كل واحد من دول ليه امتصاص مختلف عن التاني، يعني يمتص ضوء ويف لينس محدد. اكيد مش هخش لك في تفاصيلها، بس اعرف ان كل واحد من دول ليه ابزوربشن كاركترستكس، خصائص امتصاص مختلفه عن التاني، فلازم يبقى المتوافق مع الكيورنج يونت. الكيميكال كيور ده يحصل له ازاي؟ ده بتحط حضرتك 1 انكريمنت وبتسيبه هو من 4 لـ5 دقايق بيحصل له كيورنج لوحده. الجيوال كيورد بيبتدي باللايت ويفضل يكمل كيميكالي. بنحب امتى القصه دي؟ جيت مثلا هعمل كور مثلا والبوست بتاعي مثلا نقول ان هو ميتال، لو جيت عملت لي كيورنج من سطح الليبيال اكيد مش هيوصل من ناحيه اللينجوال، ما هو علشان الميتال مش هيعدي الضوء طبعا. او جيت مثلا جيت الزق بوست، فالبوست ده موجود فين؟ جوه الروت. هضمن منين ان الكومبوزيت يخش جوه الروت؟ ما الضوء هيخش ازاي جوه الروت؟ اكيد مش هيخش الضوء جوه الروت، في عظم وفي حاجات زي كده. حضرتك عملت كيورنج مثلا والسيكنس بتاعك كان 2 وشويه، هتضمن منين ان اللير الاخيره دي يحصل لها كيورنج؟
كل الكلام ده كله بنفضل فيه الديوال كيورد. ليه؟ يبتدي كيورنج عن طريق اللايت، ولو حضرتك عجزت شويه او وقعت منك حاجه الكيميكال كيورد هيكمل مع نفسه. فبيقول لك ريكومندد لما الكومبوست ريزن يبقى في حته نون اكسسبل تو كيورنج لايت. الفينشنج اند بولشنج بقى لازم الاوتر لاير بنشيلها عشان دي بيحصل لها انهيبيشن بالاكسجين، بنسميها اير انهيبيتد لاير او اكسجين انهيبيتد لاير. لو سبتها دي هتقلل الميكانيكال بروبرتيز بتاعه السطح بتاعي، وتاني حاجه هسهل ان هي يحصل لها ستينز. هعمل فينشنج عن طريق فينشنج بيرز او ديسكس او ستريبس او بوينتس او كابس او بيتس، حاجات كتيره بنعمل بيها فينشنج اند بولشنج ان شاء الله في الاعدادات هتعرفوها. بتبتدي بالحاجه الخشنه الاول، بعد كده بتبتدي بالانعم بالانعم عشان توصل لسطح في الاخر ناعم. وبرده زي ما قلنا في الامالجم افويد اوفر هيتنج، هنا برده افويد اوفر هيتنج علشان ما تبوظش الحشوه بتاعتك ولا تاذي البلب بتاعك. دي بقى حضرتك الفينشنج ديفايسز والبولشنج ديفايس اللي احنا بنتكلم فيها، دي البير اللي بنعمل بيها الفينشنج، دي الديفايس اللي احنا بنتكلم فيها بقى الكابس والكلام ده كله، دي الديسكات، دي اشكال تانية برضو للفينشنج ديفايس اللي احنا بنتكلم فيها. Thank you.